سؤاله فيض من الذكر وبعلمه أفهامنا تدري. بسؤاله فيض من الذكر الذكري وبعلمه أفهامنا تدري. فاستفته فالغيم منبجس علما على ألبابنا يجري. فالغيم منبجس علما على ألبابنا يجري. فقه وفكر رؤية نلق يجلي البصائر من سنى البدر. فقه وفكر رؤية آلق يجلي البصائر من سنى البدر. يا أهل ذكر الله إن لنا بسؤالكم نورا على الصدر. يا أهل ذكر الله بسؤالكم نورا على الصدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. النظرة إلى الدين تتفاوت تفاوت الناس في المناصب والمراتب، فنظرة السياسي إلى الدين لها معان تختلف عن نظرة الفرد البسيط، ونظرة الفرد تختلف هي الأخرى عن نظرة الجمهور العريض، وكل إناء بما فيه ينضح. وقديما قال قوم شعيب عليه السلام: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ لقد كان الفهم عند الملأ أن وراء هذه الصلوات أفكار تسمح لمن يشتغل بها أن يتدخل في حياة الناس. إن فهم الدين على أنه مظاهر عبادية فهم قديم، ومحاولة الفصل بين ما هو سلوكي وما هو عبادي أيضا قديمة. فما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ما هو الدين وكيف يصبح عبادة وسلوكا؟ وماذا تعني الأخلاق بالنسبة له؟ وما حكم أولئك الذين يتصدرون الحديث عنه والدعوة إليه ثم تختلف أفعالهم عن أقوالهم وهيئاتهم؟ أيضا بعض أهل العلم يحب توثيق هذه الحلقات من البرنامج على اعتبار أنها أصبحت مصدرا للباحثين، صدرت اعتمادا عليها بعض الكتب. ومن أجل هذا نرحب بكم وبهم في اليوم 17 من ذي الحجة 1432 في هذا الموضوع: مكانة الدين في حياة الناس والمجتمعات ومنزلة الأخلاق عند المتدينين خاصة. كل هذا نحاور فيه سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. راجينا منكم أن تشاركوا أيضا من خلال نظرتكم وتقييمكم لمثل هذا الطرح عبر الأرقام التي سترونها ظاهرة على الشاشة بين الحين والآخر، وكذلك عبر موقعنا على شبكة المعلومات العالمية. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. عفاك الله سماحة الشيخ. في عالم المتغيرات اليوم تغيرت أشياء كثيرة، يطرح في الساحة العلمية والإعلامية سؤال مهم: أين موقع الدين من الحياة؟ هل سيتمثل في بعض المظاهر العبادية المحضة، أم سيطال منظومة القيم والأخلاق النبيلة بحيث يتدخل في تأطيرها أو ينشأ الناس عليها تربويا وتشريعيا، بحيث أيضا يكون معتدلا يتجنب الغلو وكذلك يتجنب التساهل والتميع، وهذه الصفة لا يزال الناس يبحثون عن نماذج معاصرة لها. ماذا تقولون أنتم سماحة الشيخ في ظل المتغيرات الحديثة، أين سيكون موقع الدين في حياة الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الدين في الحقيقة هو استجابة من الإنسان لنداء الفطرة
الذي يجلجل في أعماقه ويتردد صداه في العالم كله. فإن الإنسان بطبعه يحس بأنه يعيش في فراغ روحي وخواء فكري إن لم يكن يتمسك بالدين ويتصل بالغيب من خلال التعبد لعالم الغيب والشهادة الذي أوجد هذه الكائنات وخلقها. وإن كان الناس تفاوتوا في الوصول إلى الحقيقة، لأن منهم من رأى أنه لا يمكنه أن يتصل بعالم الغيب والشهادة إلا من خلال وسائط يجعلها بينه وبينها، يجعلها بينهم وبينها. وهذه فكرة من اتخذ مع الله آلهة أخرى. وهناك من جعل أمر التصريف لهذا الكون والتدبير له، بل وأمر خلقه وإيجاده يعود إلى الطبيعة، فكأنما جعل الطبيعة هي عالمة الغيب والشهادة. وهذه أيضا فكرة هي بعيدة كل البعد عن الحقيقة، ويدرك الإنسان من أول وهلة وبأدنى تفكير أن الطبيعة العمياء الميتة لا يمكن أن تهب الحياة، ولا يمكن أن تنظم الأمور، ولا يمكن أن تبوئ كل شيء مبوئة. أما الذين وفقوا فهم الذين آمنوا بأن عالم الغيب والشهادة قريب، قريب من كل سامع يجيب دعوته ويكف كربته ويدفع ضراءه ويأتي بسرائه. هؤلاء هم الذين وفقوا، فلم يتخذوا بينهم وبين الله تعالى وسائط، لأن الله سبحانه وتعالى قريب. ومع هذا الاختلاف في تصور الدين وحقيقة الدين، فإن الضرورة التي يحس بها الإنسان إلى التدين تدفع الإنسان إلى أن يتخذ لنفسه دينا، سواء كان في اتخاذه إياه على صواب أو كان على خطأ. ومن حيث إن أمر الدين ليس هو من الأمور التي يمكن للإنسان أن يحدد مسلكها بتجربته ولا بعقله القاصر المحدود، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكن هذا الدين إلى هذه العقول القاصرة المحلولة، ولم يكل أمره أيضا إلى تجارب الإنسان، لأن التجارب إنما تكون في الجانب المادي لا تكون في هذا الجانب المعقد، الجانب الغامض الذي لا يعلم حقيقته حق العلم إلا من هو بكل شيء خبير وبكل شيء بصير وعلى كل شيء قدير. فهو الذي يحدد الدين، هو الذي يشرعه، وهو الذي يأمر بالتمسك به ويشرع للناس جزئياته كما يشرع لهم كلياته. فإذا أمر الدين إنما هو إلى الله. ولكن مهما كان، فإن الإنسان مهما تقلب في ظروف شتى ومهما تدافعته بيئات متنوعة وأحوال مختلفة وأزمنة متطورة، إلا أنه يبقى بحاجة إلى الدين. فإذا الدين مهما كانت الظروف ومهما كانت الملابسات، مكانه مكان القلب من القالب، ومكان السواد من العين، ومكان السويداء من القلب، ومكان الروح من الجسم. فهو مكانه مكان الحياة
في هذا العالم المادي. نعم. طيب سمحة الشيخ، ذكرتم في بداية الحديث أن الناس رجعت إلى الفطرة. رجوع الناس إلى الدين بالفعل أصبح سمة العصر، وأصبح لدى الناس قناعة بأن الدين هو الوحيد الذي تأتي وعوده صادقة. لكن بعض المحللين سمحة الشيخ يقول بأن رجوع الناس إلى الدين لم يكن بفعل الدعاة والبرامج الإصلاحية الدينية، إنما جاء بعد الإخفاقات التي قدمت وعودا للإنسان في أن يعيش عالم السعادة والمساواة من قبل مجموعة من الأنظمة، ثم تبين بعد ذلك أنهم كانوا يضحكون على الأذقان وأنها كانت وعودا تختفي وراءها شراسة الوحوش. فرجع الناس إلى الدين من خلال بحثهم عن الذات، بحثهم عن ذاتهم، ولم يكن بفعل الدعاء والبرامج الإصلاحية، وذلك يستوي فيه المسلمون والنصارى واليهود وغيرهم. ما رأيكم في هذا التحليل؟ أنا لا أقول بأن الدعاة هم مبرؤون من التقصير وبعيدون عن التخبط، لأن مسالك الدعاء مسالك متنوعة، وهي تعود إلى الاجتهادات البشرية التي تنبثق من فكر الإنسان القاصر المحدود. وإنما مع هذا وجود دعاة يحملون سر الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيما يدعون إليه يرسم الطريق الصحيح للدين. الدين إنما هو في الحقيقة لا يمكن للإنسان كما قلت أن يهتدي إليه بعقله القاصر المحدود، وإنما يهتدي إليه بهداية ربانية. هذه الهداية يعبر عنها بالوحي، أي هي وحي يوحيه الله تعالى إلى من يصطفيه من رسله لحمل هذه الهداية إلى البشرية. وإنما هذا الدين يتجاوب تمام التجاوب مع الفطرة التي فطر الله تعالى البشر عليها، ولذلك من كان سوي الفطرة سرعان ما يتجاوب مع دعوة الدين ومع كلمته التي تصدر من أي لسان، سرعان ما يتجاوب الإنسان مع هذه الدعوة عندما تكون هي في الحقيقة دعوة صادقة وتكون راسمة لطريق صحيح ليس لطريق ملتو ذي تعارية أو انحرافات عن سواء القصد. مهما كان بأن فشل الإيديولوجيات المختلفة والنظم البشرية المتنوعة مما يدفع الناس دفعا إلى الدين، وهذا ما عايشناه في فترة من التاريخ. حمل الناس في فترة من التاريخ فكرة بأن الدين أفيون الشعوب، وأن الدين هو الذي يقعد بالهمم عن الوثوب ويقعد بالنفوس عن طلب التحرر ويقعد بالشعوب عن مناشدة من بيدهم القرار في طلب حقهم منهم. هذه فكرة أشاعها من أشاعها ونودي إليها وتغلغلت في أعماق الناس حقبة من الزمن، ولكن سرعان ما تكشف عوارها وتبين خطأها وتبين مصادمتها للفطرة ومصادمتها للواقع، فإذا بالذين كانوا حراس هذا الفكر الذين يدفعون عنه بمهجهم هم الذين يحطمونه في الداخل، وهم الذين يعترفون بالحقيقة. كما ذكرنا أكثر من مرة بأن كثيرا من قادة الفكر الشيوعي قالوا بأن
ما كانوا عليه عدوه خطأ فادحا، ما كانوا عليه من محاربة الدين والوقوف في سبيله، وآمنوا بأن الدين قوة غيبية لا يمكن أن تقف أمامها أي قوة، بل بلغ الحال بأحد غلاتهم أن يقول ما بقي أمام العالم إلا النموذج القرآني. وهذا كله إنما هو في الحقيقة مما يبشر بتحقيق وعد الله الصادق الذي لا بد من أن يتحقق، فإن الله تعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمهما كانت كراهتهم لهذا الدين لا بد من أن يظهر على الدين كله. نعم. طيب سمحت الشيخ، ننبه الإخوة قبل بأننا نستقبل المكالمات إن شاء الله تعالى بعد إجابة الفاصل، أي سؤال الفاصل، وذلك بعد نصف الحلقة إن شاء الله. طيب سمحت الشيخ، هل ترون أن هذا التدين الوجداني الفطري الذي عاد إليه الناس جاء بعيدا عن قاعدة العلم، ويمكن مستقبلا أن يخترق بحيث ينفصل فيه الجانب العبادي عن الجانب السلوكي؟ الدين إذا تلقاه الإنسان بقناعة وبفهم وبإدراك، بحيث يلامس مكان الإقناع من العقل والوجدان من القلب، فإن الدين يصبح قوة راسخة في النفس، كما قال هرقل عندما كان يحاور أبا سفيان ويسأله أسئلة تتعلق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، في حين كان أبو سفيان على الكفر وكان يضمر العداوة والحقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحاول أن يلبس أمر دينه وأن يدلس عندما تسنح له الفرصة في الجواب لولا خشية أن يتحدث الناس بكذبه. كان مما سأله هرقل عن المؤمنين هل ارتد أحد منهم سخطة لدينه، فأجاب لا، فقال هكذا شأن الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فإذا شأن الإيمان عندما تخالط بشاشته القلوب أن يتغلغل في هذه القلوب وأن يتعمق فيها ويسيطر عليها ولا ينفك عنها، هذا هو الإيمان الصحيح. فعندما يكون تلقي الدين بهذا، لا بسبب عاطفي ناشئ عن إلهاب العاطفة بكلمة مشتعلة لا تلبث أن تخمد، فإن أثرها أيضا يشتعل ثم يخمد تباعا لتلك الكلمة. ولكن عندما يتلقى الدين بالتفكير ونظر وإمعان ويتغلغل في أعماق النفس يصبح أرسخ من الجبال الشامقة. طيب في هذه المرحلة سمحة الشيخ، مرحلة الإطمئنان إلى الدين فطريا، ما الذي ينبغي على الدعاة أن يستعدوا له في هذه المرحلة، مرحلة الاحتضان لهؤلاء الذين جاءوا إلى الدين بالفطرة، ويعني ما هو المنهج الذي ينبغي عليهم أن يسيروا عليه حتى يحافظوا على هذا الوهج الذي اشتعل في نفوس الناس؟ ينبغي للدعاة أن يحرصوا على دعم ما وصل إليه هؤلاء الناس من حرارة الإيمان حتى آمنوا بالدين واتبعوه وانفصلوا عن حياة عدم التدين، حياة الإلحاد أو حياة الكفر، وذلك برسم الطريق الصحيح لهم ووضع النقاط على الحروف وبيان
الحقيقة كما هي مدعمة بدلائل النص الشرعي والعقل الراسخ، حتى لا تكون حركة التدين عند ذلك مجرد أمر عابر ناتج عن حرارة الوجدان، وعندما تخبو هذه الحرارة تذهب تلك الطاقة التي وجدت في نفوس المن. يجب أن تكون هذه الطاقة لا تخبو بأي حال من الأحوال، يجب أن تكون طاقة متوقدة في جميع الأوقات، والدعاة المخلصون بإمكانهم أن يعملوا بقدر المستطاع من أجل جعل هذه الطاقة تتجدد ويأتيها المدد من خلال التفكير الصحيح والنظر في آيات الله تعالى في الأنفس وفي الآفاق. طيب، يعني على كل حال أنا ربما سنعود إلى هذا الموضوع، ولكن نأتي إلى الجزء المقابل قبل أن نأتي إلى فاصلنا في هذه الحلقة. هناك بعض العقليات يثور فيها جدل حول الانتفاع بالدين، فتعريفهم للدين يروا أنه مجموعة من القيم والأخلاق النبيلة ومنافع للناس، فإذا وجدوا من ينتسب إليه مقصرا لا يقدم هذه الخدمات للناس التي ترجى منه اتهموا تدينه بالنفاق أو الجهل. أما هم يقولون فقد حددوا موقفهم من البداية فاختاروا الليبرالية أو العلمانية أو غيرها من الأفكار، وبالتالي ليسوا مسؤولين عن أي شيء من هذا القبيل. كتابات هؤلاء أصبحت فيما بعد هي الأكثر قراءة على اعتبار أنها ستحكم على الدين وعلى المتدينين. هنا يبرز سؤالا، كيف نفهم الدين وماذا يعني تقصير بعض المنتسبين إليه؟ والثاني، هل التدين قضية اختيارية بحيث يسمح أو يسمح الدين نفسه بوجود يسار ويمين في داخل الدائرة الإسلامية؟ هذه الأسئلة ينبغي أن تطرح سؤالا سؤالا. نعم. يطرح سؤال أول، نأتي إلى الأول. نعم. كيف ينبغي إذن أن نفهم الدين وماذا يعني وجود بعض المنتسبين إليه مقصرين في تعاليمه؟ الدين هو كما قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبين الله سبحانه حقيقة الإسلام وجوهر الإسلام عندما قال قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فالدين في الحقيقة يجعل كل شيء لله، ولا يكون الإنسان متدينا حتى يجعل كل شيء لله. أما أن يقال دعوا ما كان لله لله وما كان لقيصر لقيصر، هذا ليس من التدين في شيء، لأنه من اتخاذ الشركاء لله تعالى. الدنيا والآخرة لله سبحانه، وكذلك ما يقال بما هو الشائع الآن الدين لله والوطن للجميع. الوطن والعمل وكل ما يقدمه الإنسان في حياته الدنيا يجب أن يكون في إطار الدين. ليس هنالك فرق ما بين الدنيا والآخرة في موازين الدين، فلله الآخرة والأولى. الله تعالى له الآخرة والأولى، الحكم لله تعالى في الدنيا وله الحكم في الآخرة. والطاعة لله سبحانه وتعالى في الدنيا والطاعة له في الآخرة. فإذا معنى ذلك أن يتلقى الإنسان عن الله في كل تصرف يتصرفه، ولا يكون
لغير الله تعالى شركة في الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. السماوات والأرض خلقها الله، الدنيا والآخرة خلقها الله، كل ما في الكون إنما هو مخلوق لله، لله ما في السماوات وما في الأرض. فلما كان لله ما في السماوات وما في الأرض وليس لغيره شركة فيهما، فإذا كل تعامل مع أي شيء في السماوات أو في الأرض يجب أن يكون بحسب ما شرع الله، لا بحسب هوى النفوس. ثم إن مصلحة البشر إنما هي باتباع أمر الله، ليست مصلحة البشر في الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. الانحراف عن منهج الله تعالى هو الذي يجعل البشر تتسكع في الظلمات وتهيم في المتاهات وتضل عن الطريق، وإنما اتباع أمر الله تعالى هو الذي يصون البشر، وهو وحده تعالى العليم بطبائع هذه النفوس ومداخلها ومخارجها وما تنطوي عليه فطرها وكيف يمكن أن تنسجم مع طبيعة الكائنات. فلذلك شرع من الدين ما فيه ضمان لانسجام الإنسان في حركة الكون كله، بحيث يكون الإنسان متجاوبا مع نداء الكون ومنسجما مع حركة الوجود. الجزء المتعلق بهذا السؤال أيضا نجعله مع الفاصل إن شاء الله، ولكن الجزء الثاني من السؤال يقول يعني هل التدين قضية اختيارية في عالم المسلمين بحيث يسمح بوجود يسار ويمين حتى في عالم المسلمين؟ لا 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 لا، التدين إنما هو منهج وسط معتدل لا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو فيه ولا تقصير، إنما منهج الإسلام وسط ما بين الأطراف المتناقضة في كل شيء، سواء في الفكر أو في العبادة أو في الأخلاق أو في أي ناحية من النواحي، الإسلام منهج وسط. طيب نأتي الآن أعزائنا الكرام إلى هذا الفاصل الذي يتضمن سؤالا متعلقا بهذا الموضوع، ثم بعد ذلك نعود إلى مناقشته بإذن الله. بسؤاله فيض من الذكر وبعلمه أفهامنا تدري، بسؤاله فيض من الذكر وبعلمه أفهامنا تدري، فاستفته فالغيم منبجس علما على ألبابنا يجري، فالغيم منبجس علما على ألبابنا يجري، فقه وفكر رؤية نلق يجلي البصائر من سنى البدر، فقه وفكر رؤية آنق يجلي البصائر من سنى البدر، يا أهل ذكر الله إن لنا بسؤالكم نورا على الصدر، يا أهل ذكر الله بسؤالكم نورا على الصدر. مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى في برنامج سؤال أهل الذكر. موضوعنا اليوم عن التدين ومظاهر، أو عن الدين ومظاهر التدين. بعد إجابة هذا السؤال الذي أتوقع أن تكون طويلة شيئا ما، نستقبل مكالماتكم بإذن الله. سمحة الشيخ، نعيد طرح السؤال للذين يستمعون إلينا على الأقل في الإذاعة. طبعا هناك من تترسخ له لديه مكانة اجتماعية بسبب تدينه وارتباطه بالشعائر التعبدية، ولكن
في فترة من الفترات أو في لحظة من اللحظات ينحرف سلوكه فيرتكب في السر مناكير وأمور كثيرة جدا لا تتلائم ولا تتوافق مع تدينه، ولكن مع ذلك يظل متمسحا أو لابسا لباس المتدينين أو متمسحا بمسوح الدين. ما هو خطورة مثل هذه الشخصية على الدين؟ هذا النوع من البشر هم مصيبة لا على الأمة وحدها، وإنما هم مصيبة على دين الأمة وعلى قيمها وعلى أخلاقها وعلى دعوة الحق. عند ما ينتكس الذين يتظاهرون بأنهم هم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ويكونون أسارى لشهواتهم ورغباتهم وينسون وعد الله تعالى ووعيده وينسون أمره ونهيه وينسون حق المجتمع في المحافظة على أخلاقه والمحافظة على قيمه والمحافظة على مثله والمحافظة على تمسكه بالدين الحنيف. فإن كثيرا من الناس ينظر إلى الدين من خلال نظرتهم إلى المنتسبين إلى الدين، ومن خلال نظرتهم إلى الذين يتمسحون بهذا الدين ويدعون أنهم هم الغيارة عليه، هم الذين هم الغيورون عليه، هم الذين يحرصون على دفع عجلته إلى الأمام، وإذا بهم تبدر منهم بوادر السوء والعياذ بالله التي يشيب لها الولدان. ولا أزال في ذكر من رسالة وصلتني قبل أقل من شهر من الآن أزعجتني أيما إزعاج وشردت ذهني وأصبحت منها في بلبلة من الأمر. رسالة فيها شكوى مرة من أم أرسلت ابنتها إلى مدرسة خاصة، هذه المدرسة حسب ما جاء في رسالتها لأحد الشيوخ نفوذ فيها لسبب أو لآخر، لا أدري كيف دخول هذا الشيخ فيما يتعلق بهذه المدرسة. وإذا بها تفاجأ أن البنت في اضطراب وحالتها غير طبيعية، مع أنها لا تزال في السابعة من عمرها، لم تتجاوز السنة أو لم تكمل السنة السابعة من عمرها. حست بابنتها أنها في حالة اضطراب، وإذا بها بعد حين تفصح لها عما رزئت به من قبل هذا الرجل الذي يتمسح بالإسلام ويزين جسمه بمظاهر الإسلام، يزين هامته ومحياه وجسمه كله بمظاهر الإسلام، يتزيى بزيه وإذا هو وحش ضاري. استطاع بطريقة أو أخرى أن يخلو بهذه الطفلة البريئة الصغيرة واندفع إلى عورتها، يخلع الملابس ويضع يدها على سوءتها على مكان العفة يده. نعم، هذا أمر يعني في منتهى الخطورة، والأم تشكو شكوى مرة من هذه الحقيقة وتقول بأن البنت قالت بعد حين إن الشيخ الفلاني ليس فيه أدب أو هو قليل الأدب لأنه فعل هكذا. القضية لا عجب إن اضطربت هذه الأم اضطرابا من هذه القضية. أنا بنفسي بمجرد اطلاعي على هذه الرسالة لم أنم تلك الليلة إلى الصباح من هول ما قرأته فيها.
فعلى أي حال هؤلاء وحوش ضارية يتمسحون بمسوح الدين ويتزيون بزيه ويتحلون بحليته حسب الظاهر، وهم أبعد ما يكونون عن حقيقة الدين. أنا أوجه هذه النصيحة إلى هذا الصنف من الناس أن يتقوا الله، وإما أن يلتزموا حقيقة الدين التزاما ويتمسكوا به تمام التمسك في المظهر والمخبر، في السر والعلانية، في الباطن والظاهر، وإما أن يخلعوا ما يتحلون به من زي الإسلام أو من زي أهل العلم وأهل الدين والمتدينين، فإن ذلك أهون الشرين، حتى لا يساء الظن بالدين عندما تظهر مثل هذه التصرفات الشائنة منهم. عليهم أن يتقوا الله، إما أن يتقوا الله تعالى على أي حال في السر وفي العلانية، وإما أن يبتعدوا عن مظاهر الدين حتى لا يغتر بهذه المظاهر لينكشفوا على حقيقتهم، فإن وجودهم على حقيقة أمرهم وعدم تمسكهم بأهداف الدين أهون من أن يكونوا متظاهرين بالدين. نحن نجد 11 آية في القرآن الكريم في سورة البقرة تفضح المنافقين، بينما ذكر الكفرة المشركون في آيتين. ومعنى هذا أن النفاق أخطر، فالذي يتزيى بها بزي الدين ومع ذلك لا يتمسك بالدين ولا يتمسك بالأخلاق ولا يتمسك بالفضائل ولا يتمسك بالقيم، هو مصيبة على الدين وليس مصيبة على المجتمع الذي هو فيه فحسب، وعلى الأمة التي ينتمي إليها. نعم. طيب نستقبل المكالمات إذا كانت هناك مكالمات. على كل حال حتى تأتي المكالمات سمحت شيخ. الأخ محمد الحارثي. أخ محمد. طيب سمحت شيخ، كيف ينبغي التعامل مع من تكتشف شخصيته ويستبان أمره؟ هل يلتزم الإنسان معه بالستر المأمور به أم يشهر به أم ماذا؟ لأن مجموعة من الاعتبارات تتداخل في مثل هذه الحالة. هذه فتنة تدع الحليم حيران، الإنسان بين أن يهتك ستر هؤلاء الناس، ولربما أدى ذلك إلى أن ينسب كل قبيح إلى المتدينين، وإما أن يتكتم على هذا الأمر، وبخلال هذا التكتم يشجع هؤلاء على المضي قدما على أفعالهم هذه. لكن خير وسيلة لذلك أن يتبع هذا المنهج الذي اتبعناه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض كثيرا عندما يبلغه عن أحد أمر ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال رجال يفعلون كذا، حتى لا يكشف سوءات الناس حرصا على الستر. نحن نحرص على الستر بقدر المستطاع، نحرص على ستر جميع البشر لا المتدينين فحسب، ولكن مع ذلك عندما تكون الأمور تتجاوز الحدود لا يبقى هناك أي اعتبار لهؤلاء الذين يتظاهرون بالدين والدين براء منهم ومن أعمالهم. طيب نأتي إلى أمر مهم في هذه القضية. هناك أيضا سمحت شيخ من يتربص الدوائر بأمثال هؤلاء ويسعى إلى تشويه سمعتهم، كما حدث مع عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك. كيف يتعامل المسلم مع هذه الأخبار، وما هي القواعد التي يتبعها حتى يخرج من مثل هذه الموضوع في سلامة من أمره ودينه؟ لا ريب أن الشائعات والأخبار لا يمكن أن تتقبل بسرعة، ولكن أحيانا يأخذ الإنسان في الاعتبار
أن أما لا تريد أن ترزع ابنتها في سمعتها وأن تتحدث بمثل هذا الحديث، فلا ريب أن تحت هذا الرماد جمرة، وأن وراء هذا الدخان نارا. فلذلك لابد من أن يقول الإنسان كلمة نصح وكلمة توجيه في مثل هذه المواقف. وأما الأخذ بخبر بعينه بأن فلانا متلبس بمثل هذه الجريمة، فهذا بطبيعة الحال أمر أدبنا الإسلام أن لا نتبع. الله تبارك وتعالى علمنا من خلال قصة الإفك كيف نتعامل مع مثل هذه الشائعات، والله تعالى يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصمة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما رفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. بس فقط في دقيقة أو نصف دقيقة، في الحلقة الماضية طبعا هذا خارج عن الموضوع، سؤال طرحته عليكم ذكرت فيه طفلا أخذ زجاجة فشرب حليبها وعمره 3 سنوات، ربما لم أركز على قضية 3 سنوات، بعد السنتين هل يعد؟ لا يعد، بعد لما كان بلغ السنة الثالثة لا يعد ذلك رضاعة. لا يعد رضاعة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أعزائنا الكرام، في نهاية هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل إلى سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، ونشكركم أيضا على حسن المتابعة. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنكمل هذا الموضوع، لأننا سنتعرض بحول الله تعالى إلى كثير من النقاط المتعلقة بالنفاق الاجتماعي، المتعلقة أيضا بتحسس الإنسان لقلبه وإيمانه هل يمشي في الاتجاه الصحيح أم لا، بأيضا ما يتعلق ببعض القصص التي تحكى عن الناس يبطشون في الحياة ويفعلون المناكير ولكنهم يصلون ويصومون الاثنين والخميس كما يصفهم أتباعهم. هذا التناقض كيف نفهمه في قضية تناولنا للدين؟ إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تزداد دنيانا من نور فتواه، من جاء يسأله محاو حيام. تزداد دنيانا من نور فتواه، من جاء يسأله محاو حيام. فهنا لنا أهل لذكر نرضاه، فلتسأل استسقوا من عذب سقياه. فهنا لنا أهل لذكر نرضاه، فلتسأل استسقوا من عذب سقياه. فالله علمه والفضل آتاه، من جاء مورده مخاب مسعاه. فالله علمه والفضل آتاه، من جاء مورده مخاب مسعاه. من نور فتواه، من جاء يسأله محا وحيام. تزداد دنيانا من نور فتواه، من جاء يسأله مرحا وحيام.